ضيف حوار اليوم وحلقة اليوم هو فنان الراب في غوشين. السلام عليكم ومرحبا بك معنا. الله يحفظك اخويا وسام، شكرا بزاف على الاستضافة. نعز مرحبا بك اخويا، كي داير؟ كي داير مع الصحة ديالك؟ الحمد لله ماشي واده، الحمد لله. فهاد الاكستريل الاخر اللي يلاه شفناه في غوشين هو الفريستايل، باش شاركتي في واحد من لي كونكور اللي ربحتي، وفي الاول ديال هاد الفريستايل ديال هاد لا فيديو كتقول يلا نديروا هاد المساله هادي نشوفوا شنو فينا تخرجنا، وكان في التليفون اللي صورتي به 1%، وقيلا هاد 1% سي مارك دو فابريك، خاصها ترجع. ولا درتي شي ميكس تيب، علاش لا تسميها 1% ولا 100% ولا ممكن ديجا عندي افكار بحال هادو، حيت بالنسبه لي هذيك اللقطه، حيت كنت فاب الصحراء ما كنتش غادي نشارك، ولكن كما كتعرف كما عارف بنادم اللي متبعني راه هذيك اللقطه اللي بدلات، كانوا بزاف ديال لي زيرا في الكاريير القصيره ديالي اللي مازال عاد كنبنيها، ولكن هذيك كانت واحد النقطه اللي مهمه بزاف. علاش ممكن تخرج شي حاجه بواحد بوست؟ هذيك لا فيديو ولا هذاك الفريستايل هو باش ربحتي الكونكور ديال الفريستايل اللي كان داروا دون بيغ، ياك؟ وي اوكي. وتلاقيتي من بعد مع دون بينغ، واش جلستو شويه تكلمتو شويه، عطاك شي قواعد ولا شي نصائح اللي استفدتي منهم؟ ضروري فاش تتلاقى مع البيكرا بدا ديجا كنت ستريسي بزاف، فهمتيني؟ زعما حتى هو كي واش كتجلس حدا كيستريسي. تحيه لتوفيق. ولكن وي بزاف، ولكن عطاني بزاف ديال العيبات اللي كاينين، شي العيبات اللي باقي كنخدم بهم دابا، والجلسة معاه زعما حاجة اللي نفعتني، زعما واخا كانت قصيرة ولكن حاجة اللي نفعتني. واخا وما كانش ممكن هاد القصة تدوم شوية ويتحول هاد اللقاء للإنتاج وتبقى معاه هو وينتج لك دي تراك وأغاني؟ لا وكان ممكن، ولكن دابا أنا حاليا اختاريت طريق أخرى، كل واحد كيشوف داكشي اللي مسلك وداكشي اللي تيجي مع داكشي اللي باغي فين يوصل. اوكي، هاد الطريق الاخرى اللي اختاريتي هي الطريق ديال الموتشو موبيديك، فنان راب النجم حتى هو معروف اكيد ومشهور بزاف، فين مؤخرا سينيتي معاه وسينيتي مع شركه ديال الانتاج ديالو ادغال ريكوردز. الوغ واش غادي تكلف الموتشو بالانتاج ديالك في غوشين بلا ديستريبيسيون ديالك وكذلك بالديجيتال؟ وي ديجا قبل من هادشي كامل، زعما غير لفات ديال راني في ادغار واحد الحاجه اللي كبيره بالنسبه ليا، ومرتاح فهمتي، اللي عجبني بدا هو الراحه، فاش يمكن لك تخدم موسيقتك بحماقها بلا ما يقول لك شي واحد دير هذه ولا حيد هذه الكلمه ولا شي حاجه، هادشي هو اللي عجبني في هذا، ونتمناو المزيد من العطاء. مرحبا، هادشي اللي كنتمناو لك. وكي داير يونس الموتشو في الخدمه؟ شنو قدم لك كنصائح؟ كلشي زعما فايب كتحس بحال العائله، فهمتي؟ كنحس به بحال شي خويا كبير، زعما شي مرات كيقول لي شي لعيبات، راك عارف شي مرات كيكون راسي قاصح، ولكن كترجع للهضره اللي كيقول لك، والعلاقه بيس، العلاقه بيس، ومرتاحين بجوج. شحال عندك في العمر ديالك في غوشين؟ دابا علاش مرات كيقولوا لي سابق عمري، ولكن خليك حتى تقول لي واش هي. لا الا بغيتي ما تقولش ولا شي حاجه. شحال؟ لا في عمري 20. داكور، واش استوعبتي ديجا ان مثلا واخا انت تبارك الله عليك هادشي بزاف ديال الحاجات دوزتي بزاف ديال التجارب، ولكن اكيد انك كتفهم وكتفهم ان التجربه مهمه والنضج الفني مهم، هادشي علاش يمكن تقربتي اكثر من الموتشو وكتسمع ليه اكثر؟ لان الواحد ملي كيكون مازال 20 ولا 22 عام يمكن كيزعم على حاجات اللي هو اختارهم، يقول لك لا اختاريتهم هكا بغيت نديرهم هكا. داكشي هذا هو البلان بالضبط، حيت فهمتي مع موتشو كيوريني الطريق، حيت شي لعيبات هو دوزهم لي انا ما دوزتهمش، وراك عارف داك العقل ديال الصغار كتكون شي شويه باغي تحرك بزاف ودير بزاف ديال الحوايج وتهضر بزاف، ولكن شي مرات خصك تثبت، خصك ترتاح شي شويه باش يكون داكشي غادي. واخا دابا الجمهور ديالك كيترقب كيتسنى الكليب ديالك الجاي، واش الكليب قريب فيكو؟ اول حاجه ما عرفناش واش كليب واش بي واش البوم، البلان اللي غادي نقول هو ديجا انا غابر شي شويه، ولكن تسناو رجعتك وتقدر تكون في اي لحظه، تقدر تكون حتى دابا مور هذا ليميسيون ياك. ما تعرفش خصنا نشيكيو لي ستوري ديالك على انستغرام دابا شويه ولا كيفاش؟
واو كلشي ممكن، ما تعرفش انا ما قلت والو. واخا المهم انت اللي يرجعوا يقولوا لنا قلتي لي الحتي. المهم ترقبوا الجديد، كان تراك ولا كان كليب هذا عن قريب ياك؟ هذا هو البلان. واخا غادي نبقاو شويه في هذا العالم ديال السوشيال ميديا وهذا هذا المحور ديال مواقع التواصل الاجتماعي، وانا كنعرفك انك مهتم بزاف وقريتي السوشيال ميديا. واش نتايا في غوشين مازال ادمين ديال دي باج؟ واحد الوقيته كنت ادمين ديال دي باج ديجا، هاد اللعيبه ديال ما بقيتش دابا بزاف، وليت مكونسونطري على موسيقتي. ولكن بالنسبه ليا السوشيال ميديا اون فوا تفهمها وتفهم الالغوريثم وتفهم حتى البوبليك كي كيخدم كي كيتعامل معاها، غادي تقدر غتقدر تحكمها. حيت كل مره كاينه شي حاجه جديده اللي خصك تعرف واش غادي تكمل ولا لا، واش خصك تمشي فيها ولا لا. يعني ديك اللعيبه ديال السوشيال ميديا وانني كنت في السوشيال ميديا عاونتني بزاف. اوكي، بزاف ديال الفنانين مؤخرا ماشي كي سوبريمي ولكن كي ارشيفي الصور ديالهم على انستغرام باش يروجوا لواحد الاغنيه جديده غادي يخرجوها. كيفاش كتجيك انت يا استراتيجي؟ كتجيني زوينه هي، زعما راه ماشي هي الاستراتيجي السحريه، ولكن زوينه حيت كتخلي داك الترقب وكتبني داك السسبانس، فهمتي؟ وتا البوبليك كيكون كيتسنى شي حاجه بشكل يعني زوين. هادشي اللي نقدر نقول لك. واخا من غير انستغرام نتكلموا شويه على اليوتيوب، سمعت انه تبيراط عليك الكونت يوتيوب ديالك ياك؟ وي وي. واش عارف شكون شكون هاد الايه ديال الخفيه ولا مازال؟ وتقريبا عارف، ولكن زعما داكشي ماشي شي بروبليم الكبير، خاصني غادي ترجع هذا هو البلان. واخا، واش من غير لي كلاش راب ممكن نتكلموا على كلاش 2.0 ولا كلاش على مواقع ديال التواصل الاجتماعي؟ ومثلا كنشوفوا بعض لي رابور كيديروا ان فولو لبعضياتهم، واش ممكن نعتبروا هذا الشيء نوع من الكلاش؟ ما كيبان لي كلاش كيبقى في موسيقى، زعما ما عنديش مع داك الشيء، زعما هذوك ستوريات واللايفات وتبقى تسب في هذا وهذا، ما انا ما كيعجبنيش داك الشيء. بالنسبه لبنادم اخر هو حر، هو كيفاش كيشوف، واش كلاش، واش مساوس، واش لعب ديال الدراري الصغار، كل واحد وشنو كي كيشوف داكشي. واخا الاسم ديالك الحقيقي هو ياسين ياك، تكلم لينا شويه ياسين. على منين جا هاد النيكنيم، هاد البلاص ديالك ديال فيغوشين؟ فيغوشين قصه طويله، هي بحال قلتي فيها جوج ديال البيرسوناج، فيها فيغو فيها ياسين. ياسين هو النيكنيم الاول باش بديت، ابخي بطريقه وباخرى في اول اوب ديالي غيبان هذا البيرسوناج الجديد اللي هو فيغو. والخلاصه اللي خرجنا من ديك الاوب هي انهم خصهم يكونوا بجوج، من تما خرجت فيغوشين اللي هو النيك نيم الجديد ديالي، وداك الشيء جا في الصغر بسميات ديال الصغر وصافي، زعما ماشي. وتا شي صديق ديالك كان كيعيط لك ياسين ماشي ياسين ياك؟ هذا هو بلان. واحد الدري كان كيهضر في بلاصه السين كيقول الشيء، فاش كيجي يعيط لي يلعبوا كوره كيقول لي وياسين تحيه لهاد الصديق الا كان كيتفرج فينا. ياسين، الوغ ياسين ولا فيغوشين، غادي نعطيك بعض الاسماء ديال فنانين الراب وتقول لي بالزربه شي حاجه عليهم ولا رايك فيهم. اوكي وي وي. وينزا با وينزا كيخدم كيعجبني الهاصل. طوطو طوطو كاين، طوطو فهم البوبليك والله يسهل عليه. بيس مازال يكون ان شاء الله شي ديو بيناتكم؟ ما حتى هو ما نقولش حتى هو قريب واقيلا جيت باش نبقى ساكت صافي نقولوا نقولوا صافي بلا ما تجاوب انت ياك. المهم تفاهمنا. دون بيغ كلمه عليه؟ دون بيغ تاريخ. حليوه دار شي لعيبات. سنور موسيقى نقية. مهدي كاليبر و سيرو. بوز فلو كاين. قول لي عاوتاني، عطيتك الريح، عطيتك الريح كاين. صافي هذا مكان. كاين هذا مكان. كاين هذا مكان. في غوشين ولا ياسين شنو كتعني لك النمره 23؟ النمره 23 هي واحد الحمل اللي هزو في كتافي، واللي هي بعد البراكه الماتريكول ديال الافران اللي هي مدينتي.
واللي من كترش ما بقيتش كنهضر عليها بزاف كلشي، بدات كتبان شويه واحد اللعيبه ديالو كتهضر بزاف على مدينتك وكذا. انا باقي نهضر على مدينتي وباقي غادي نزيد، حيت فاش بديت قالوا لي صعيب ديرها وقالوا لي ما تقدرش تخرج منها، وشتا حماق رابور من افران شنو باغي دير. داكشي علاش ديما غادي تبقى 23، ومن بعد ولات واحد الشرف ليا، واحد الشرف ديال بصح. تشوش تنو قلا هي النمره ديال جوردن كذلك اللي هو انسبيراسيون ديال بزاف ديال لي رابور. ملي كنسمعوا الاغاني ديالك ولا كنشوف ولا ملي كنشوفوا الفيديو اللي درتي لايف مع فيزا فور ميوزيك، كنحسوا يمكن واحد الفئه من الجمهور كتحس بحال كتنتقد المدينه ديال افران ولا ما فيهاش امكانيات الى اخره، ولكن انت كتقول انه نقد بناء وانك مفتخر بالمدينه ديالك. هذا هو البلان، حيت ديما يقدروا يكونوا شي لعيبات اللي خايبين، واللي بصح كاينين في الحقائق شي لعيبات اللي ما يقدروش يخليوك تزيد في ديك المدينه زعما في كوطي الموسيقى، ولكن انت كتشدهم وكتلعب بهم وكتردهم نقطه قوه. هادشي هو اللي خصو يدير بنادم. واخا شنو هي العلاقه ديالك في غوشين؟ حيت هذه واحد التيماتيك اللي كترجع بزاف في لي تراك ديالك، ديال المرض. شنو كيعني لك المرض؟ المرض فيه بزاف ديال اللعيبات، حيت كاين المرض اللي كيبان والمرض اللي ما كيبانش، المرض اللي كيكون لداخل، وهذا الموضوع اللي نهضر فيه من بعد تنقدر نهضر فيه. تقدر تعبر على هذا الموضوع في شي اغنيه بالتفاصيل يمكن شويه؟ ضروري ضروري، غالبا غادي يكون ما دايرهاش في بالي دابا زعما، ولكن تنكون قادر نهضر عليه. واش ممكن يكون اوتوبيوغرافيك ولا من وحي الخيال؟ لا غالبا ندوي على راسي. واخا الوغ كيقولوا سمعت باللي بديتي الراب بفضل النشيد الوطني، كيفاش هذا البلان؟ هاد اللقطه مشات عليا، راه ما بديتش الراب بسبب النشيد الوطني. ديتي التيمبو ولا الايقاع؟ دابا باش نصحح، حيت كاين اللي ما فهمش هاد القيطه، وفاش كنا كنغنيو النشيد كانوا بزاف ديال الدراري اللي كيديكاليو بحال كيسبقوه بحال كيتعطلوا بحال كنقولوا كيديروا فوس نوت. ماشي فوس نوت ولكن في الريتم ماشي في لاكان. وديك الساعه انا حسيت براسي كنجيب نيشان مع داك الشيء الاغاني، قلت راه كاين واحد الحاجه اللي كنقدر زعما، فاش كيتطلق شي ديسك ديك الساعه كما كان ناسي عزرام ولا شي حاجه، كنت انا اللي كنقدر هما يشدوا ناسي عزرام، كنت انا اللي كنقدر فهمتيني نمشي زعما، فاش تنقول له لا ما خصكش تحبسها هنا، باقي زيد ديك التطويله، زيد ديك زيد كملها واحد شويه وعاد بدا يعني. والهيب هوب من غير ليريكس ومن غير الفلو، ولكن راه واحد الحاجه اللي ما كنهضروش عليها بزاف، هي الريتم وهي الكيدنس، هي كيفاش كتقدر تخلي بنادم يتحرك، تخلي بنادم يحس يدير هكا برجليه. المهم ننتظروا كذلك من بين المستجدات ديالك شي كليب ما عرفناش فوقاش، ولا شي او بي حتى هو ماشي ما عرفناش فوقاش، ولكن يمكن في الايام المقبله القريبه غادي يكون شيء جديد. دونك كل شيء يدخل عند فيغوشين على انستغرام وعلى يوتيوب. قريبه ترجع لك لاشين يوتيوب ديالك؟ قريبه ترجع لك، قريبه قل نقول قل من سيمانه، ما بغيتش نعطي من ضغط، ولكن المهم ما كل شيء تحت السيطره ان شاء الله. نهار يكون كليب فيغوشين، شكون مع شكون تبغي تتعامل في الاخراج ديال الكليبات؟ من هنا بغيت نوجه واحد التحيه بعدا لواحد الدري اللي بدا معايا من الاول فهمتيني، واللي تاق فيا في البدو، واللي عنده واحد الفيزيون واعره واعره ديال بصح، اللي هو الياس الحفيان. دري حتى هو معايا في افران ازروق، ودري اللي عنده واحد الفيزيون ديال بصح يعني. ما كرهتش نخدم معاه حتى هو اللعيبه الجايه واللعيبه اللي موراها، تنوصلوا بجوج في اللعيبات ان شاء الله. كنتمنوا لكم النجاح وكنترقبوا بشوق الجديد ديالك، واكيد راك موهوب، ويمكن من بين الاسماء اللي بارزه حاليا وفي المستقبل في الراب المغربي في غوشين. القرايه مازال ولا درتي استراحه؟ درتي بوز؟ درت بوز، ماشي حبست، ولكن بوز. واخا كنتمنى لك التوفيق في الدراسه والمستقبل المهني ديالك. شكرا لك بزاف في غوشين اللي كنتي معنا. شكرا بزاف خويا وسام، الله يحفظك.